معانا تليفون من سناء. الو، الو، ازيك يا سناء؟ ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك، ممكن اتفضلي. اكلم بس استاذه صوفيا؟ صوفيا معاك، اتفضلي. اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا دايما بحلم ان انا بطير، يعني ببقى ماشيه في شارع طويل وبيبقى فيه كلاب، فبلاقي نفسي بترفع لفوق وبطير، وبيقابلني بحر فببقى خايفه منه، فبلاقي فيه حاجه كده زي جسر كده طلعلي فبعدي من عليه، والكلاب دي بتبقى عايزه تطولني، بس انا اللي بلاقي نفسي مره واحده بترفع للسما وبطير. ما شاء الله عليك. فالحلم ده انا بحلمه من وقت للتاني، يعني مش دايما بحلم الحلم ده. يعني انت بقى بعد ما تحلمي الحلم ده لازم تطلعي صدقه لله، لازم. ليه بقى؟ لان الحلم ده معناه، بصي، اي حاجه غير ملموسه، يعني هي بتقول بلاقي نفسي بطير مرتفع، واحنا مش من خصائصنا الطيران، احنا بني ادمين، لكن لما حاجه ترفعك كده معنى كده ان الله سبحانه وتعالى بيكلف حد ان هو يعني ينقلك من شر الخير. رفع عنها كلاب عماله بتهوهو عليها، الكلاب دي ناس بتتكلم في عرضها، فمعنى كده الرفعه دي ترفعت وربنا حماها عن دول. شافت نفسها في حته تانية مش عارف بيحصل ايه، تلاقي نفسها طارت. الطيران ده في حد ذاته معية الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ابشري.